السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين نور التوحيد وظلمات الشرك كفل أم استمرتي هنا المالتنا بالله سبحانه وتعالى فكاد سلا توحيد تنقاقر النبري مجمرة وطنات لي زاري منا نسو كقد صحايا عند المبحث الثاني ولتنيا وطنات ظلمات الشرك يشرك تشلماوج ظلماتو مالت تشلماوج نو الشركي بالله لا يماغارات تشلماوچو بمن يجلصالو ياو اندميتاوقو يتوحيد برهان عند نو قطتنياو منجد عند سلهونه الله سبحانه وتعالى جن شركن ببزو قطر ني يطراو بتشلماوچ ني يطراو المطلب الاول شرك است دمو جبتن اسو طنات است وينم سلا شرك سنا طنا المطلب الاول يمجمر يميفلقو نجر مفهوم الشرك شرك من مالت اندهونا مردات مجنزب الشرك والشركة بمعنى وانديويم هنا سيتاوي هنا لك المؤمنون والمؤمنات بالالر الشرك الشركة هنا يبقى انقوى درجة يتفسرنا بمعنى هلتم ترقوما تشوياونا شرك مالت مقارات انو ميزود وقد اشتركا برغتكو تشاركوا لمي بالال إيابازاو نو انجدي كالاتون إيابازا لهيرنو وشارك أحدهما الآخر عندنياو عندنياو نكو تغارو يبالال عام ودايت لي متعنو مجر رشالي لي قارو تمي قبو بيچنياو أكال الله أحدنو عرلا انديتي يتدرق اندمي قارا لي متعنو وأشرك بالله با الله ليكو أقارا كفر كاد فهو ينجل هنن تكبارك كيفت سموسو مشرك أقارينو ومشركي شرك فتصامينو والاسم الشرك فيهما شرك ميلو سمكو بهولة تملاي ألا ليلة ترقوم دمو لمتانو بقوان قوى درجة ورغبنا في شرككم انانتن مقاراتكو فلقن اهي دمو ترقومو من مالتنو مشاركتكم في النسب زراتشهم فلقنال شمقل الناس يتأيك من يبالال سو بيتهيدو لجاتشو للجاتش اللي انتأيك زمر لنه هنا أشو لجل لنه هنا أشو متنالي بالال إن يكوين نسولي جو تقول أدلنا مار إن ده بحالك لجل لنه هون متنال سيبال من مالتنا لجات شون فلقان إن يامين أنت بيت سب لنه هون متنالنا سلزي إيه وزيقا من على ورغبنا في شرككم إن أنتم بمقارات لأيكو فلقان كأن أنت قا زمد بمون زمدنا شون فلقان هولتنا تبيلا لارلا هولتنا تبوا من مالتنا ما برارينات مشاركتكم في النسب بزمدنا بكلكو كنا انت مزامد فلقنال عند قطر انظر لنا القاموس المحيط يتبالون كتاب لي مالتنو هي قالات ديكشنري اللبت لي سلا شرك يتكمت او هينو واشرك بالله با الله اقارا هي دمو من مالتنو جعل له ادرقلت كل السلماء لالله شريكا تقارين ادرقلت في ملكه عندنا بقزات لي المالك هو الله رلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك نلالنا رلا نقسنا بتقل الله لسو بچا نو مالتنا بزي قد دي لي كالله ملكو تشست الله انتتو لفتوران عندنم أكال سيقارا من إبالال وأشرك بالله بالله لا يقارا من مالتنا جعل له لالله قوى درقلت شريكا أقارنا درقلت في ملكه بنقسنا ولي أو عبادته وينم بأملكه لي فالشرك شرككو مالت هو أن تجعل لله لالله للتادر قلتكونو ندن بيتين بالانت للتادر قلتنو وهو خلقك السو بيتشا فتره سيابكا يفترة تعلمو بيتشا فتاري السو بيتشا سلهونا وهو إيه شرك يتبالو قد ايكو أكبر الكبائر كونجلو تشولو أتشا يليلو تالاك أتشاو كوسونو كسو يغزف وانجل يلم وهو الماحق أطفي كونو للأعمال سرى يتبال النقر بتقل الله كوي أطفال والمبطل لها عندهم دمو كوي أبلا الشتال سروان بتقل الله يتسراجون والحارم كالكاي كونو المانع اندزونو الحارم المانع زي كتاب لايك الزين بفيت اندتنقا قرنو تمسا سايك علاتو چنو يمتالو عرلا عند لا يرغنو من ترغماچو والحارم المانع كل كاي هنا كونو من الثواب
ምንዳ እንዳይሰጠን እኮ ያስደርጋል። ከዚህ በፊት ካሳወሳችሁ አንድ ምሳሌ አምጥተን ነበር። ቢዳአ ማለት አንድ ስራ ተሰራና እሷ ስራዋ ብቻ ናት ምን ምትሆነው ተቀባይነት ምታጣው ውድቅ ምትሆነው። ወደ ሽርክ ሲመጣ ሰውየው ልክ ሽርክ ሲሰራ ምን ይሆናል? ከዚህ በፊት የሰራውን ስራ በጠቅላላ ውድቅ ያደርግበታል። ሽርክ ላይ የነበረ ሰው ደግሞ ልክ ወደ ተውሂድ ሲመጣ ምን ይሆናል? ሽርክ ዘመን ላይ የነበራቸው ወንጀሎች ጠቅላላ ይታበሱለትና ሀብሎ መዝገቡ እንደ አዲስ ይጀምራል። በል እንዲያውም ይበድሉላሁ ሰይአቲሂም ሐሰናት እንደ ተውበቱ ጥራት መጥፎ ስራዎቹ ወደ መልካም ሐሰና ይለወጥለታል። ፈኩሉ ሁሉም ማን አደለ ቢላህ በአላህ ላይ ባላንጣን ያደረገ ገይረሁ ከሱ ውጭ ያሉ አካላትን መላእክታንም ይሁን ነብይንም ይሁን ማንንም ይሁን ቢል ሁቢ በውዴታ በኩል አሁን እየተዘረዘረ ነው። ቅድም ላይ አምልኮ አለ ውዴታ ራሱን ችሎ ታላቅ አምልኮ ስለሆነ ነው። ሱረቱል በቀራ ላይ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወሚነ الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ترجم ከሰዎች እኮ አሉ ምንም ያደርጉ ከአላህ ውጭ ያሉትን አካላት ጌታ አድርገው አምላክ አድርገው ሚይዙ። ልብ በል ጌታዬ ነህ አምላኬ ነህ ላይሎ ይችላል። ተግባሩ ሊጠቀስ ነው እንዴት አድርጎ ከጌትነት መስፈርት ውስጥ እንደከተተው። እሱ ምንድነው يحبونهم እነዚህ ከአላህ ውጭ እኮ የሚያመልኳቸው ይወዷቸዋል። ከሁብላህ አማኞቹ ልክ አላህን እንደሚወዱት እነሱ ጣዖቶቻቸው ከአላህ ውጭ ያሉትን አካላት ይወዷቸዋል። والذين امنوا እነዚህ ያመኑት ግን አሸዱ ይበልጥ የበረቱ ከሆናቸው حبا لله ለአላህ ውዴታን በመለገስ በኩል አው التعظيم ወይንም በማላቅ በኩል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊላቅ ሲገባው ከአላህ ውጭ ያሉ አካላትን ከፍ ከፍ የሚያደርጉ አው التبع خطواته ወይንም ደግሞ መንገዶቹን የሚከተል የማንን አንደኛ የሰይጣንን መንገድ የሚከተል ሁለተኛ ነፍስያው የሚከተል ሶስተኛ ከአላህ ውጭ ያሉ አካላት የሚያመልካቸው እነሱ ያስቀመጡለትን መንገድ የሚከተል ወመባዲአሁ መርሆችን ደግሞ አልሙኻሊፈተ ሚጻረሩ የሆኑ ለሚለቲ ኢብራሂም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኢብራሂም መንገድ ሚጻረሩ የሆኖችን መንገድ መንገድ አድርጎ ያያዘ ሰው فهو مشركون ይህሰውኮ በርግጥ አጋሪ ነው። ወሽርኩ ማጋራትኮ هو እሱ ሙሳዋቱ እኩኩል ማድረግኮ ነው። غير الله ከአላህ ውጭ ያሉትን አካላት ከማንጋ بالله ከአላህ ጋር እኩኩል ማድረግ ነው። فيما هو ለሱ የተገቡ የሆኑትን من خصائص الله ከአላህ ልዩ መነጠያ ለምሳሌ ጌትነቱ አምላክነቱ ስምና ባህሪያቶቹ እነዚህ በጠቅላላ ለሱ ብቻ ናቸው አይደሉም? ለሱ ብቻ በሆኑ ጉዳዮች ከሱ ውጭ ያሉ አካላትን አንስቶ ምን ማድረግ እኩኩል ማድረግ ማስረጃው ይመጣል። ተዓላ ከፍ ያለ የሆነው كما في قوله تعالى كف يا الله سبحانه وتعالى عند تقصاچو من سيل جهنم است غبتو تالله يلالو بالله يهونبن نملالنالو جهنم است غبتو نو انغدي ان كنا انيا كو نبرن لفي ضلال مبين قلص يهون طمت است نبرن اذ نسويكم بمن استكاكلاچو غيزي نسويكم እናንተን እኩኩል ባደረግን ጊዜ በረብ العالمين በአለማቱ ጌታ እኩኩል ባደረግናችሁ ጊዜ። ልብ በሉ እዚህ ጋር በሁሉ ጉዳይ አይደለም ከአላህ ውጭ ያሉ አካላትን እኩኩል ያደረጋቸው ጀሃነብም ያስገባቸው። hatta ይሄ የመካ ሙሽሪኮች እንኳን ማይሰሩት እንደሆነ ልናቅ ይገባናል። በከፊል ጉዳዮች ላይ ምን በማድረጋቸው ከአላህ ውጭ ያሉ አካላትን ለምሳሌ ጦርነት ሲወጡ አንዱን ጣዖት ያመልካሉ ድርቅ ሲመጣባቸው ሌላውን ጣዖት ያመልካሉ እንጂ በሁሉ ጉዳይ አልነበረም ከአላህ ውጭ ያሉ አካላትን የሚያመልኩት። ካስተዋሳችሁ በሰላሙ ጊዜ የመካ ሙሽሪኮች ያጋራሉ በጭንቀቱ ጊዜ ከአላህ ውጭ ማንንም እንደማይጠሩ መርከብ ላይ ሲወጡ ማዕበሉ ሲመጣባቸው ከሱ ውጭ ሌላ አንድም ይጠሩት አካል እንደሌለ አላህ ራሱ ግልጽ አድርጎ አስቀምጦታል። አር ከመሆኑ ጋር ግን ሙሽሪክ ተባሉ። ለምን? الله سبحانه وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له اتشي مموالات قدي لها مسلم هنا تقوي زند مالتنا بل سلاتي اردي
ህይወቴ ህይወቴ የሚለው ላይ አስመሩበት። በተለይ ባለንበት ዘመን እንደምታዩት ወጣቶቹ ምን ሲሰሩ ታያቻላችሁ? አላህን ያምጻሉ፣ ሴት አቅፈው ይሄዳሉ። ሴት ጀርባ ላይ እንደ ህፃን ልጅ አንቀልባ ላይ የሚታቀፈው ህፃን ልጅ ነው አይደል? ሴት ላይ ታዝለው በዩቲዩብ እየቀረቡ ምንም አይመስላቸው። ከዛ ምን ያደርጋሉ? ገሌ የሚባለው የቲም ድርጅት በጠራን መሰረት ገቢ ለማሰባሰቢያ ደግሞ መተናል ቢስሚላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ ብለው ይቀርባሉ። ወመህያ የሚለው መች ተሰራበት? ወመህያ እኮ ማለት ህይወቴ እኮ ማለት አላህን መስጂድም ውስጥ ይሁን ከመስጂዱ ስላታመጸው እኮ ነው። ዛሬ መስጂድ ላይ አላህን ፍሩ ይባላል ይባላል አይባልም? ስራ ቦታ ደግሞ አላህ ይፈራም ይዘረፋል፣ ጉቦ ይበላል፣ መርካቶ ላይ ይዘረፋል። አሁንም እያየን ያለነው ጨዋታ ይሄ ነው። ህይወትህን ለአላህ ማድረግ አለብህ። ሴቷ ከወንድ ጋር ትተቃቀፋለች፣ ትጨባበጣለች፣ ዋናው ልብ አይደል ወይ ትልሃለች። ህይወትሽ የት ጋር ነው ያለው? ወመህያየ ህይወቴ በጠቅላላ ኡድኹሉ ፊ ሲልሚ ካፈተን ወደ እስልምና ጠቅልል ብላችሁ ግቡ እንጂ የተባለው ሁላችንም ለነብሳችን የሚመቸንን እንያዝ እኮ ካል ከአርባ ዓመት በላይ ያለውም ሰው የሚመቸው ነገር አለ። ከሀምሳ ዓመት በላይ ያለውም ከሰማንያ ዓመት በላይ ያለውም ለሁሉም የሚመቸው ነገር ከዲን መያዝ የፈለገውን እኮ መያዝ ይችላል። ነገሩ ግን እንደዛ አይደለም። ሁላችንንም አደብ ሊያስይዝ ነፍስያችንን ጭምት አድርጎ ጀነትን እንድንገዛ የመጣ ሃይማኖት ነበር። ዛሬ ግን ሰው እሱ የሚመቸውን ይፈስርልሃል። ወጣቶች ፓንክ አትቆረጡ ስትላቸው ወይም አንዱን ጸጉር ከአንዱ አታበላልጡ ስትላቸው ለምንድን ነው የሚያበላልጡት? እነሱ ይነግሩሃል፣ ውስጣቸው ይነግርሃል። ውስጣቸው ለውስጣቸው ይንገረው ምን እያለ እኩል አድርጌ ከተቆረጥኩኝ እነ ጆኒ እነ ቶማስ እነ አሌክስ ከነሱ በታች ልሆን ነው ወይ? የበታችነት ስሜት ነው አይደለም ፓንክ እንዲቆረጡ የሚያረጋቸው ነው አይደለም? ወንድሞቼ እኛ ለምንድን ነው እኩል አድርገን የምንቆረጠው? ነቢዩን ይዘን የበታች አይደለንም አልን፣ በቃ ጨረስ። ጺማችሁን አሳድጉ እሺ። ወሽርኩ ሽርካን ማጋራት እኮ ሁለት አይነት ነው። ሽርኩን አክበሩ ትልቁ ሽርክ ይخرجو من الملة ከእስልምና እኮ ያስወጣል። ወሽርኩን አስገሩ ትንሹ ሽርክ لا يخرج من الملة ከእስልምና ደግሞ ያስወጣም። وذكر العلامة السعدي رحمه الله وينم السعدي رحمه الله منالو ان حد الشرك يشرك يماغارات እኮ ልኩ መገለጫው አልአክበሩ ትልቅ የሆነው ሽርክ الذي يجمع انواعه ሁሉንም አይነቶች የሚሰበስብ وافراضه نطላዎቹንም እንደዚሁም ያስገባ። ሁሉንም አይነት ሲባል ለምሳሌ እርድን ተወኩልን አሉም ይባሉ ያምልኩ አይነቶች በእነሱ ተገላቢጣሻቸው ምንድነው? ሽርክ ነው አይደል? ሁሉንም አይነቶች وافراضه وينም አንዷን ነጠላ ብቻ ቢሰራ ان يصرف العبد عند باريا بيلغس نوعا አይነቶችን او فردا وينም نጠላን من افراض العباده ከአምልኮ ክፍሎች ውስጥ አንዷን ቢሰጥ لغير الله ከአላህ ውጭ ላሉ አካላት ايه ምን ይባላል? ሽርክ ነው አሉ። فكل كلهم اعتقادين امنت بوسط ميقاطرم يهون او قولين وينم بملاس مين نجر او عملين وينم بسونت متتغبر ثبت يترغاغط انه مامور به يتعززبت يهون من الشارعي شارع مالت دنگاغي مالت نو ماناچو بلنال كزي بفيت شارعوچو اللهنا ملكتنيو صلى الله عليه وسلم كهولتو بكل يتدنگغا يهون من الشارعي فصرفه لله لالله مستتكو وحده ببتشينت توحيد توحيد يهونال وإيمان أمنت دمو وإخلاص إخلاص متبلو يتطرال سلازي توحيد منو أمنت منو إخلاص منو لما بتشاك تسطى الله أنه ملك تنيو يعززو تيدنققو تعملكو لالله بتشاك تسطى وصرفه مستت ملقسو دمو لغيره كسوج لالوت أكالات شرك مقارات كونو وكفر كهدت كونو وهذا يهكو ضابط ما سريع ملكيو كونو للشرك الأكبري لتلقو شرككو ملكيو ممزنيوكو إهينو لا يشيذ عنه شيء يما يسفن التربتي هنا كزي إما يوتعي هنا الزيلين متاسرو واما حد الشرك الاصغر يتنيش شرك حد ما لكيتاما فهو السكو كل وسيله وذريعه هلم ادارش هنا نغر بتقلالا وديت يتطرق منها
الى شرك الاكبر ود تلقو شرك بسو اماكنيت ميدرسبت يهونا بما ليمطا نو بزيش بتنيشو شرك يتنسى من الاراده كمشاتوج كمفلك كنيا لمثالي سويو كسنت عندي سراوچو لاي وديتان مفلك طال كالبت بالكلي نو اندي كل غزي نو اندي አይደለም አረለ በዚህ የተነሳ ምን አይሆንም ሽርኩል አክበር ላይ አይወድቅም ነገር ግን ሁሌ ዩሊንግ ሲያስገባ خالص منافق ይሆናል بالكلي ይወጣል ስለዚህ ሚነል ኢራደቲ ከመሻት ከፍላጎት በኩል ወልአቅዋሊ ከንግግር በኩል ሁሌ ላይ ሆን ይችላል የሆነች ቦታ ላይ ከንግግሩ መሃል እሱ ራሱን የሚያገንባት የመሳሰለችው ነገር ብቃለች ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርግባት ለአላህ መስራትን ትቶ ማለት ነው والافعال كتكبارم ليهون يخلال التي اسواكو لم تبلغ ما تدرس رتبه العباده ود املكو تعظيم درجه ما تدرس يهونا اون رتبه العباده سيل قطتا ميمسلو مندنو باملكو سيبال اندي محل املكو ايدلوي ليبالنو ارلا يتفلغو زيغا مندنو لمثالي كتنيشو شركوچ است نبي صلى الله عليه وسلم كبررت منالو ما شاء الله وشئت علاچو እቺ ምን ሆነ ተገኘች ሽርክ ሆነ ተገኘች ምን አይነት ሽርክ ትንሽ ወሽርክ ታዕዚም ከተጨመረባት ما شاء الله وشئت سيل الله እናሳቸው እኩል ማረግ ፈልጎ ቢሆንስ ንየው ማለት ነው ውስጡ ቀጥታ ምን ላይ ይሄዳል ሽርኩል አክበር ላይ ይሄዳል ምክንያቱም አብዛኛውን ጊዜ እናቴ ትሙት ይልሃል ሰው አራ ይባልም እኮ ትለዋለህ አይደለ ወይ የረሳውት እኮ ይልሃል እንደዛ አርሚሉት በብዛት ሰዎች አርሃራሙን እኮ አቃሉ ለምዶብ ነው ይልሃል ይሄ ሰውዬ ምንድነው እሱን ወስደ ሽርክ ላይ አትለጥፈው ለፍዙ ለተውን ትችላለች ከሊሳኑ አምልጣ ይወጣቸው ስለዚህ እነዚህን ምን አደረጉ ሼህ አለቲ እሷኮ ለም ተብሉግ እማ ተدرس رتبه العباده ወደ ተዕዚም ወደ ትልቁ ደረጃ እማ ተدرس ይሆነች ይሄ ምንን ያስራዋል ከትልቁ ሽርክ የተለየው ትንሹ ሽርክ ማለት ይሄ ነው አሉ المطلب الثاني ሁለተኛ የሚፈልገው ነገር البراهين الواضحات قلص يهونو ماسرجاوچ في ابطال الشرك شرك ودق لمهونو قلص يهونو ماسرجاوچ الادله ماسرجاوچو القاطعه قراچ يهونو تكو الواضحات قلص يهونوت في ابطال الشرك شرك بالله لا ماغارات ودق لمهونو كو وذم اهله بالبيتوچو ندمو شرك ميسرو سوچن بماوغز بكلكو قلص يهونو قراچ ماسرجاوچ كو كثيرتون بزو ناتشو منها كنسوست ما ياتي كزيبتاچ ميمطو تكوناچو اولا يمجمريا كل من دعا نبيا كل مالت هولم من دعا نبيا نبيين يلمنه هولو اوليا وينم وليين يلمنه او ملكا وينم ملائكان يلمنه او جنيا جنن يلمنه جنن يملكن بيون مكنياتهم ارد لمان بتشا نو ميگباو فصلي سجد لربك لجيتا واو مندنات انا نات ادله ونهار اردهنم مسواتهنم لما نادرك لا الله كالله وجهك ادركو شرك نونا او صرف وينم لجسه له شيئا لذي اكل كالله وجه لالو عند النجر لجسو من انواع العباده كاملكو كفلوچ است عندنا املكو قرصو ستو فقد اتخذه الهان املك ادرغو يزوتال املكي نو بيلم بايلم من دون الله كالله وجه وهذا يهكو هو حقيقه الشرك الاكبر يتلقو شرككو تككلنيا مغلچاو هينا كالله وجه لال اكل املكون مستد وهذا يهكو هو حقيقه الشرك الاكبر يتلقو شرك تچباچوكو ايهنو الذي قال الله تعالى فيه الله سبحانه وتعالى سنس ملكتو اندي سيل يتناغرو ان الله الله سبحانه وتعالى لا يغفر بفصوم ايمرم اي شرك به بسليما غاراتن ويغفر يمرال ما دون ذلك كسبتاچ ያለውን كمن كشرك بتاچ ያለውን ወንጀል لمن يشاء لفلغለት ሰው ومن يشرك بالله بالله لا يغارا ሰው فقد افترى برغتكو قطفوال اثما عظيما تالاقن قطفت تالاقن وشتكو قطفوال ودمنو نملس مسلاچو ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ودميلو شرك انجدي اچا سلاليلو بالله لا يغارا يتغناኝን ሰው قطتا ወደ جهنم ይገባል ሁለተኛስ ሽርክ የለበትም ከዛስ ወንጀሎች ሰርቶ ደሞ
አላህ ፊት ተገናኝቷል። ሁለት ፍርድ አለ። አላህ ከፈለገ ለፈለገለት ሰው በተውሂዱ ሰበብ ጀነት ያስገባዋል። አንድ ሁለተኛ ከተቀጣ ሚቀጣው ከሽርክ በታች ያሉትን ሌሎች የሰራቸውን ጥፋቶቹን ምን ያደርጋል? በዛች ልክ ተቀጥቶ ወደ ጀነት ይገባል። አንድ ሐዲስ አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ያሉበት የመጨረሻ ከጀነት ከሚወጡ ሰዎች ውስጥ ሲነገር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? አላህ የጎመን ዘር ፍሬ ጎመን ዘር አስኩት እንሽናት አይደል? የሷን ያክል የፍሬዋን ያክል እምነት በልቡ ውስጥ ያለን ሰው ከእሳት አውጡ ይባላል። ከእሳት የወጣው በምኑ ሰበብ ነው? የጎመን ዘር ፍሬ በመታከለው ኢማኑ ነው አይደል? ኢማን ሳይኖረው ሲቀር ተውሂድ ሳይኖረው ሲቀር አበደን አበድ ጀሃነምም ትዘጋለች ጀነትም ትዘጋለች። ከዛ ስለዚህ ነው የሽርክ ጉዳይ በተውሂድ ሰበብ ነው ሰዎች ጀነት የሚገቡት ራሱ። አታኒ ሁለተኛው ምን البراهيني ከግልጽ ማስረጃዎች ውስጥ ቃል قاطعتي ቆራጭ ከሆኑ التي ينبغي تبيينها ግልጽ ማድረግ ግድ ከሚለው ውስጥ وتوضيحها እሷንም ግልጽ ማድረግ ግድ ከሚለው ውስጥ لمن اتخذ ليعذ سو من دون الله كالله وج آلهة أخرى ليلان أمالك تأمالك تدرغو ليازة سوكو قوله تعالى يميك التلو يا الله كال نو كف يا الله يا الله كال أم اتخذوا على يازونا على آلهة أمالك تن من الأرض كمدر هم ينشيرون مكسكس ميشلو أمالك تن يازونا مكسكس يمان سلطان بيتشاسل هنا يا رب العالمين بيتشاسل هنا مالتنا لو كان فيه مالا بس ما إنا بمدرو ستكو بنور نورو على الله آلهتون أمالكت بنور نورو إلا الله كالله وجه بنور نوروكو لفصادتا يبلاشو نبر على سماين مدرم يبلاشو نبر بوستو يلوم يبلاشو نبر فسبحان الله تراتشا قول الله سبحانه وتعالى يتقبانو رب العرشي يا عرشو جيتا بالبيت عما يسيفون النسو السون كميغل صبت بحري كزيك وشاشا بحري كو يتقدانو لا يسألو أي تأييك أمكو عما يفعل بميسراوكو الله يتيقم وهم يسالون نغرغن النسو يتيقالو اون اتش انكس بدن بلتبرارانو فقد انكر سبحانه تراچا يتغبو الله سبحانه وتعالى كو بغرغط ابراراو على من اتخذ بياز سولاي من دونه كسوج الهاتن كالله وچ امالكتن بيازو سوج لاي كو بغلص ابرارا من الارض كمدر سواء كانت احجار دينغاين ميهون او خشبا انشتنم يهون او غير ذلك وينم يمساسلوتن ملائكام يهون نبيينم يهون ماننم يهون من الاوثان كتاوتوچوست تاوت سنلغن ان ماننا اوطالن كزي بفيت اندتناغاغرنو يا الله ود باريا يهونوتن ان عيسى ان علي ان مريم تاوت بلن انطرا ان جبريل ان ميكائيل التي تعبدوا ان ذا مين ملكو من دون الله كالله وج فهل هم الناس يحيون الاموات يموتن هياو يادرغالون ويبعثونهم يكسكسو تالن ايادرغوم طياقي ملكت نو ارله ما درغا يچلو الجواب ملسوم كلا بفصو ما يچلو لا يقدرون بفصو مكو ايچلو على شيء من ذلك يهم بما درغ لايكو انديتنم نغر ايچلوم ولو كان في السماوات والارض بسماياتن بمدرم بينور الهاتون امالكت تستحق العبادة أملكم يقبوا بنور غير الله كالله وجه الله لفسدتا سمينا مدري تفو نبر لمن هلتيون اللو أي هونو هلتيون اللو أرل أهم مبراري وجه لمتونو النياز وفسد ما فيهما بسمين بوست بمدرم بوست أجي اللهم هلوكو إبلا شال من المخلوقات كفطور هلو كالله وجه الله بتقل الله فطور نو أرل فطور وجه تقل الله إبلا شالو لأن سلهون كونو تعدد الآلهة أملكو ميقباو كأند بلاي مبزاتو وينم دمو يا أمالك تبزاتكو يقتضي يسفر دال التمانوع مقفافاتنكو ياسيزال أهون راشان أمريكاني واتشو بسلام لمن أينورو مستلو بسو أقر يتعلالو يتعلو ولدتم بسلام مين قدالو من إلالوار راشا هيدا يهون أقر بتيز أمريكا هون بلازاتك وامي تابزالج إيه يفطوران بحرينو ከአላህ ሌላ ያ ከብቸኛው አምላክ ሌላ ሌላ አምላክ እነሱ እንደሚሉት እውነት ቢኖር ኖሮ ምን ይመጣ ነበር? አተማኖ መገፋፋት ይመጣል። አተናዙ መቀናቀን ይመጣል። والاختلاف መወዛገብ ይመጣል። فيحدث يكسطال بسببه الهلاك በዚህ ሰበብ ምን ይፈጠራል?
مدفعت مودة مفترال فلو فرض اندو اننسانا لمسالي وجود الى حين هلت تملكوش بنورو بلل لموق التاسبو بيمتا واراد احدهما اندنيو فلقة اندنيو عملاك تبيي ان يخلق شيئا اند النقر لفتر فلقة والآخر ليلانيو دقمو لا يريد ذلك يهن اندمو يفلقم او اراد وين اندمو فلقة ان يعطي لست والآخر ليلانيو دقمو أراد أن يمنع لكلك الفلقة أو أراد وينم دقمو فلقة أحدهما أنداتشو تحريك جسمين أندن أكل من كساكس فلقة كفتورو تشوز تمالترو والآخر ليلان يو دقمو يريد تسكينه اندي رقا فلقة اندين كساكس فلقة فحين إذين بزيكي زيكو يختلو نظام العالم يألم سرعاتوا يقودلال ሁለት አምላክ አለ አንዱ ይፈልገውን ይሰራል ሌላኛው ያልፈልገው ሊሰራ ነው ወተፍሰዱ ይበላሻል አልሃያቱ ህይወት ይበላሻል وذلك يهمكو نطبوች ሊመጡ ነው لانه ስለሆነ እኮ ነው يستحيل وجود مرادهما معا የሁለቱ ፍላጎት በአንድ ላይ በፍጹም ተገናኝቶ ሊመጣ አይችልም ሁለት አካላት ከሆኑ ፍላጎቶቻቸው ይለያያል وهو من ابطل الباطل ايهكو اجيك ودك كونو نغروچ وستكو ودك ميبالو ايهنو فانه مكنياتهم لو وجد كتغنى مرادهما جميعا يهولتهم فلاغوت كتغنى للزيما قد ياسيزالكو اجتماع الضدين هولت تقاراني نغروچ انديت باند لاي ليغنايو يچلال اندنياو اندينكساكس فلغا تنكساكس ارلا ليلانياو اندينكساكس الفلغا ميا اكال ይሄኛው እንዲንከሳቀስ ያኛው እንዳይንከሳቀስ ከፈለገ የሁለቱ ፍላጎቶች በአንድ ላይ ሊገናኙ ይችላሉ? አበደን አይችልም። ወአይኩነ ሊሆን الشيء عند نገር الواحد يا عند نገር حيًا ميتًا ሄው ሙትም ሊሆን እኮ ነው ምክንያቱም አንደኛው ሄው ማረግ ይፈልጋል አንደኛው መግደል ይፈልጋል متحركًا ساكنًا የረጋና ተንከሳቀሽ እንዲሆን ይፈልጋል ይሄ ደግሞ ሊሆን አይችልም። ወኢዛ لم يحصل يهكال هنا مراد واحد يا عندنيا تشو فلاغوت انكون كالهونا منهما كهولتو لازيمه قد كويلال عجز كل منهما كهولتو عنده دكاما مهونون اما يشل مهونون دمو نارغاغطبتالن وذلك يهدمو يناقض يصررالكو الربوبيهته جيتنته اون زمن انستن نبره كاستاوساچو اياو مابراريا مچرشوا مندنو متلو لا يسالو ايتيقمكو عما يفعل بميسراو وهم يسالون يوم الناس يتيقالو አይደል ይሄው እዚችኛው ሁለተኛው ነጥብ ላይ ምን አየን እነዚህ ሁለት አምላኮች አሉ ካል አንደኛው የሚፈልገው ብቻ ተሰርቶ ሌላኛው የሚፈልገው ካል ተሰራ ሩቡብያቸው ምን ላይ ወድቋል ማለት ነው አንደኛው ውድቅ ሆኗል ማለት ነው ناقص ሆኗል አላህስ የፈልገውን ይሰራል يفعلوا ما يشاء وهو على كل شيء قدير በሚፈልገው ነገር በመስራት ላይ ደግሞ ቻይ ነው وإن وجد كتغنى مراد أحدهما يانداتشو فلاغوت كتغنى ونفذ دون مراد الآخر يليلانيو فلاغوت سايتبك كتسرى دمو كان النافذ مراده هو الإله القادر يسو فلاغوت يتفتسملت شاي أملاك ميبالو سوي هونال والآخر ليلانيو دمو عاجز ياكاتو ضعيف دكامو مخذول يتواردو دمو يبالال واتفاقهما مسماماتاتشو على مراد واحد باند فلاغوت لي مسماماتاتشو دمو في جميع الأمور بهولو قدائي لي غير ممكنين بفتس أمكو ما يمتش نغرنو بهولو قدائي هولتكوهنو لسما موايشلو وحين إذين بزيقي زي يتأينوا قد يلال أن القاهرة الغالي يعشن فوكو يبلاي هونوكو عشن في مهونو على أمره بوسانيو لي هو الذي يجيد يميسقنيو يهونوكو سنو مراده فلاغوتون وحده ببتشينينت غير ممانع كالكي سينورو ولا مدافع تكلا كيدمو سينوربت ولا منازع يميكنا كانوت سينورو ولا مخالفي يمّا يتصرّرُت ولا شريكين أقّار إليه اللو السو دمّو مانّو وهو الله الخالق السو كو دمّو الله سبحانه وتعالى فتعرينو الإله الواحد
ብቸኛ አምላክ የሆነው ላ ኢላሃ ኢላሁ ከርሱ በቀር በሐቅ የሚመለክ አምላክ የለም ወላ ረብ ሲዋሁ ከሱሙጭ የሚመለክ ጌታ የለም ወሊሃذا ለዚህም ሲባል ذكر سبحانه ጥራቻ የተገበው አላህ እኮ ተቀሰ دليل التمانع የመገፋፋትን ማስረጃ ተቀሰ في قوله تعالى በዚህ ንግግሩ ላይ መተخذ الله من ولد الله سبحانه وتعالى እኮ ከልጅ ማንንም አልያዘም وما كان معه ከሱም ጋር እኮ አልነበረም من اله ከአምላክ በኩል እኮ ከሱም ጋር ደሞ አብሮት የነበረ አንድም አካል የለም اذن ይህ በሆነ ኖሮ እኮ እውነት ለአላህ ልጅ ቢኖረው ወራሽ ሊሆን ነው አይደል ልጅ ካለው ደካማ ሊሆን ነው ፈጣሪያችን ወይንም ደግሞ እውነት እነሱ እንደሚሉት ሌላ አምላክ ከሱ ጋር ካለ اذن በዚህ ጊዜ ለذهب ይሄድ ነበር እኮ ኩሉ ኢላሂን ሁሉም አምላክ بما خلق ወደፈጠረው ነገር ይሄዳል ለምሳሌ ኢሳ ራሱ ፍጡር ነው አይደል አይደለም እዚህ ምድር ላይ የፈጠረው ነገር ሊኖር እነሱ እንደሚሉት ሌላ ፈጣሪ ቢኖር ግን ሁሉም ወደፈጠረው አካላት አንደኛውን ሰማይ ነኝ እኔ የፈጠርኩት ተራራዎች እኔ ናቸው ባህሮች እኔ ናቸው መላእክቶች እኔ ናቸው ጂኖች እኔ ናቸው ብለው ምን ይሆኑ ነበር ይከፋፈሉ ነበር بما خلق ወደፈጠረው ولا على بعضهم على بعض ከፊሉ በከፊሉ ላይ አምላክ ነን የሚሉት የበላይ ይሆን ነበር سبحان الله ጥራቻ ይገባው አማ የሲፉን ለሱ ከመወስፉለት አጋርም የለው ልጅም የለው سبحان الله ማለት ምን ማለት ነው ሚል የሰራሁት መሐደር አለ ካልሰማችሁት ስሙት አብዛኛውን ጊዜ እንደ ቀልድ ምናያቸው ነገሮች አሉ እንቀራዋለን ጠልቀን ካላወቅነው ግን እኛው እንጎዳለን سبحان الله ቁርአን ላይ ተደጋግሞ ይመጣል አይደል አንደኛ ከሲፋት ጋር በተያያዘ ለሱ የሚያስቀምጡለትን ጎዶሎ ነውር የሆነ ባህሪ ለምሳሌ መላእክቶች ያላህ ሰይት ልጆች ናቸው ይላሉ سبحانه ይላል ጥራቻ ይገባው ይላል ኢሳን ከዛም አልፎ ሽርክን በተመለከተ አላህ በቀጥታ ይገኝም ለሱ እኮ ይቅርቦ ልጆች አሉ ይሄን ሁሉ سبحانه 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 በጣም ተደጋግሟል መጨረሻም ላይ سورة والصافات ليك استوساچو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الى من مالتنو اغراچن لاي انديو كالجنتاچن اباتوچاچن راسو بونا بتفلا قطر مچرشا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين يبالال مندنو وسلام على المرسلين بملكتنيوچو لاي سلام يهون كمن سلام يهون لمثالي نسواراوچ ስለ መልእክተኞቻቸው የሚናገሩት ነገር በጠቅላላ ጸያፍ ነው። ነብዩላህ ሉጥን የገዛ ልጁን ተገናኝቷል ይላሉ። شوفوا ዳውድ አለይሂ ሰላም ነብዩላህ ዳውድን ማማው ላይ ሆኖ እንደዚህ ከፍ ብሎ ሲያይ የሆነች በጣም ቆንጆ ሴት አየና የማን ሚስት ናት ሲል የሆነ ወታደር ሲባል ውትድርና ላይ ከፊት ላከውና እንዲገደል አርጎ ሚስቱን አገባበት ጭራሽ ከነብያት ባህሪ ጋር ማይሄድ ስለዚህ አላህ ምን አለ? سبحان ربك رب العزة عما يصفون قال በኋላ وسلام على المرسلين በመልእክተኞቹ ላይ ሰላም ይሁን አለ። ከምን እነሱ ከሚቀጥፉባቸው ቅጥፈት ተቀላለ ይጸዱናቸዋል። ሱለይማንን ድግምተኛ ነው ይሉታል። አላህ ምን አለ? وما كفر سليمان አለ። ነብዩ صلى الله عليه وسلم ደጋሚ ነው እብድ ነው እንደዚህ ነው ሲሉ አላህ ምን አለ? ما انت بمجنون ابدم ايدلهم لساچو ديفا ادرجه وانك لا على خلق عظيم الله قرانه لي سلا راسو دغاغمو سبحانك اندال اندانساو لياندندو ملكتهنيا ميقطفبتن قطفت ملستولتا سلازي انتبهوا عباد الله عالم الغيب يروق ميستر اواقي دبقن ميستر والشهادتي في لفيتاچن يالون يقربونم اواقي فتعالى يبلاي هونكو اما يشركون እሱ ከሚያጋሩበት እኮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጠራ ነው የበላይ ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ ከዚህ እናነሳለን ባላህ ፍቃድ Subhanak Allahumma wa bihamdik